بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج موضوعا للسنة الرابعة متوسط، ويتعلق بميدان المادة وتحولاتها. وهذا الموضوع يتمثل إما في وضعية انطلاقية للميدان أو وضعية إدماجية. لماذا قلنا وضعية انطلاقية أو وضعية إدماجية؟ فنحن نعلم أن وضعية الانطلاق تكون في بداية الميدان، ووضعية الإدماج تكون في نهاية الميدان، ولكن مع ذلك فالوضعيتان تكونان من نفس العائلة. بمعنى أن وضعية الانطلاق أو وضعية الإدماج في مضمونها أو في هدفها تقيس لنا أو تختبر المتعلم في نفس الموارد المعرفية. بدون إطالة قلت سنسميها كما سميناها. إن كانت وضعية انطلاقية، يعني إذا بدأنا بها الميدان فهي وضعية انطلاقية، أما إذا جاءت في ختام الميدان فهي وضعية إدماجية. الذي يهمنا هو مضمونها. إذن فوضعية الإدماج كما نعلم تتكون من نص وسندات وسياق وبيانات إلى غير ذلك. قد لا تكون في شكل نص، قد تكون في شكل صورة لتجربة، قد تكون جدول فيه بيانات إلى آخره. المهم، لدينا هذه الوضعية المقترحة، هذا نصها. يقول: ذهب خالد مع والده لشراء مسحوق كبريتات النحاس الزرقاء لاستعماله في رش مزروعاته لمكافحة وقتل الفطريات، ومحلول حمض كلور الماء أي روح الملح للتخلص من الترسبات الكلسية في المجاري المائية. وفي هذه الأثناء طلب خالد من والده أن يشتري له كمية من محلول كلور الزنك لاستخراج معدن الزنك. فتعجب الوالد من ذلك، ولكن خالد أخبره بأن المحلول هذا أو هذا المحلول شاردي، ويمكن تحليله واستخراج معدن الزنك منه. وبعدما تم تحضير محلول كبريتات النحاس، قام الوالد بحفظه في إناء حديدي لحين استعماله. وبعد أيام لاحظ الوالد أن الإناء ترسبت عليه من الداخل طبقة حمراء، وأن المحلول تغير لونه، فاحتار في ذلك. المهم، أولا، ما المقصود بالشاردة؟ وعلى ماذا يحتوي المحلول الشاردي؟ اثنين، وضح بتجربة بسيطة كيفية تحليل محلول كلور زنك وتشكل معدن الزنك، معبرا عن ذلك بمعادلات كيميائية. ثالثا، بين نواتج تأثير حمض كلور الماء على الكلس، معبرا عن ذلك بمعادلة كيميائية. رابعا، وضح للمزارع ماذا حدث للدلو ولمحلول كبريتات النحاس، مفسر ذلك بمعادلة كيميائية. خامسا، اقترح بروتوكولا تجريبيا للكشف عن بعض الأفراد الكيميائية في المحاليل السابقة ونواتج التفاعلات الحادثة. سادسا، قرأ الوالد على علبة مسحوق كبريتات النحاس العبارة التالية: يجب حفظ المحاليل الشاردية في قارورات بلاستيكية أو زجاجية، برأيك ما السبب في ذلك؟ إذن نبدأ بدون إطالة مع مناقشة السؤال الأول: ما المقصود بالشاردة وعلى ماذا يحتوي المحلول الشاردي؟ إذن فالشاردة كما درسنا ما هي إلا ذرة أو مجموعة من الذرات تكون فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر.
إذن الشاردة في الأصل ما هي إلا ذرة، والذرة كما نعلم تكون متعادلة كهربائيا. فهذه الذرة تحت ظروف ما وفي شروط ما قد تفقد إلكترونا أو أكثر، من 1 إلى 3، فسواء تفقد أو تكتسب تصبح شاردة. إذا فقدت صارت شاردة موجبة، وإذا اكتسبت صارت شاردة سالبة. ما يقال عن ذرة واحدة يقال عن مجموعة من الذرات، يعني هناك حالات نجد مجموعة من الذرات تتعايش مع بعض أو تترابط مع بعض في حالة شاردية، يعني بفقدانها أو اكتسابها إلكترونا أو أكثر. يعني هذا الإلكترون الذي اكتسبته المجموعة أو فقدته المجموعة هو الذي يجعلها تعيش مع بعض في شكل مترابط. إذن هذا بالنسبة لمفهوم الشاردة. ثم يقول: ما هو المحلول أو مما يتركب المحلول الشاردي؟ إذن فالمحلول الشاردي ما هو إلا مركب كيميائي منحل في الماء. المحلول الشاردي مركب كيميائي منحل في الماء، مثلا كما نذيب ملح الطعام في الماء، يعني كلور صوديوم، ويتكون من شوارد موجبة وشوارد سالبة، يعني هذه هي القاعدة. أي محلول شاردي فهو يتكون من نوعين من الشوارد، شوارد موجبة وشوارد سالبة، بحيث يكون في النهاية متعادلا كهربائيا، أي مجموع الشحنات الموجبة لهذا المحلول يساوي مجموع الشحنات السالبة له. إذن هذا بالنسبة للمحلول الشاردي ومما يتركب. السؤال الذي يليه قال: بين بتجربة كيف يتم تحليل محلول كلور الزنك. إذن تجربة تحليل محلول كلور الزنك تتمثل في الآتي قد رأيناها في الدرس: أولا نحضر دارة كهربائية ذات مولد للتيار المستمر، هذا شرطها، ذات مولد للتيار المستمر بدلالة 4.5 فولت، 6 فولت، 9 فولت، 12 فولت، المهم بتوترات منخفضة. ونضع في هذه الدارة وعاء تحليل كهربائي يحتوي على محلول كلور الزنك. إذن بعدما نحضر الدارة الكهربائية كما سنرى في الصورة، بعدما نحضر الدارة الكهربائية قلت نضع فيها بين طرفي الدارة، أي في جزء منها بين قطبيها الموجب والسالب، نضع وعاء تحليل كهربائي، نعم كما هو مبين معنا، بعدما نكون قد وضعنا فيه محلول كلور الزنك. إذن فهذا إناء عادي، لاحظ، إناء عادي، إناء زجاجي أو إناء بلاستيكي، من الأحسن يكون زجاجي لعدة أسباب. إذن فلدينا هذا الإناء، وضعنا بداخله محلول كلور الزنك، كلور الزنك، ومسرياه من الفحم، يعني نحضر ساقين من الفحم نوصلهما بالدارة الكهربائية لا أكثر ولا أقل. لاحظ لدينا 3 أعمدة مربوطة على التسلسل للحصول على جهد أكبر، كل واحد فيه 1.5، المجموع 4.5. إذن وصلنا هذه الدارة، نغلق القاطعة ونلاحظ ما الذي يحدث. إذن في هذه الحالة عندما نغلق الدارة الكهربائية تنجذب، يعني الذي نلاحظه يعني هو شيء مجهري، أنت لا تلاحظ الشاردة تنتقل، نلاحظ عيانيا ماذا يحدث، ترسب وانطلاق غاز. إذن التفسير المجهري لما حدث، قلنا من المحلول تنجذب شوارد الزنك الموجبة إلى المهبط، المهبط سالب، فبحكم اختلاف الإشارات يحدث الانجذاب، أي شوارد الزنك تنجذب إلى المهبط. ماذا يحدث عندما تنجذب إلى المهبط؟ المهبط غني بالإلكترونات، يعني لديه فائض من الإلكترونات، فكل شاردة زنك تأخذ من المهبط إلكترونين، حينما تأخذ منه إلكترونين تتعادل، حينما تتعادل تصبح ذرة، حينما تصبح ذرة تخرج من المحلول فتترسب على المهبط، ويحدث هذا الكلام لباقي شوارد الزنك، وبالتالي سنرى معدن الزنك مترسبا على المهبط. في نفس الوقت، قبل أن ننتقل نتمم النمذجة بالمعادلة، يعني هذا الذي ذكرناه ينمذج بهذه المعادلة، نعم،
كما هو مبين قلنا شاردة الزنك الثنائية، شاردة الزنك الثنائية تأخذ زائد 2 هذه معناها تأخذ إلكترونين، أي الشاردة وإلكترونين تتحول إلى ذرة الزنك. الشاردة زائد إلكترونين تتحول إلى ذرة، ذرة زائد ذرة زائد ذرة يترصب معدن الزنك على المهبط. في نفس الوقت يعني دون تأخر، في نفس الوقت يعني يقع انجذاب مزدوج. انجذاب مزدوج ما معنى؟ شوارد الزنك تهاجر إلى المهبط، في نفس الوقت شوارد الكلور تهاجر إلى المصعد. لماذا؟ لأن شاردة الكلور سالبة، بمعنى لها إلكترون زائد، لها إلكترون فائض، إذن فتنجذب شوارد الكلور كل شاردتان مع بعض تنجذبان إلى المصعد. كل شاردة المصعد مفتقر إلكترونات، يعني منقوص، سيأخذ الإلكترون من الشاردة. الشاردة الأولى يأخذ منها إلكترون، الشاردة الثانية يأخذ منها إلكترون، تصير الذرتان الشاردتان ذرتان، يعني تتعادل كل واحدة منهما تتحول إلى ذرة كلور والثانية إلى ذرة كلور. بمجرد أن تتحول إلى ذرتي كلور يحدث بينهما انجذاب، فتتحدان مع بعض وتشكلان لنا جزيء الكلور، هو الذي نراه يصعد في شكل فقاعة. إذن هذا الذي يحدث، ننمذجه بالمعادلة. إذن لا ذكرنا قلنا وفي نفس الوقت تنجذب شوارد الكلور إلى المصعد لتفقد كل واحدة إلكترونا لتتحول إلى ذرة، ثم تتحد مثنى مثنى يعني اثنين اثنين لتشكل جزيئات الكلور، وذلك ينمذج بالمعادلة التالية. لاحظ كتبنا كل اثنين سيال ناقص، يعني كل شاردتي كلور ستتحولان إلى جزيء كلور بعدما تتخليان عن الإلكترونين الفائضين. إذن 2 سيال ناقص تتحول إلى 2 إلكترون زائد سيال 2. إذن هذا الذي يحدث في عملية التحليل. كيف يسمى هذا أو ماذا نسمي هذا الذي حدث؟ هذا الذي حدث نسميه أو يعرف بالتحليل الكهربائي البسيط، أي نقول حدث تحليل كهربائي لمحلول كلور الزنك. ينمذج هذا التحليل بالمعادلة الإجمالية الآتية. إذن محلول كلور الزنك زاد آن 2 زائد زائد 2 سيال ناقص أكو محلول يتحول إلى جزيء غاز الكلور سيال 2 زائد زاد آن وهو معدن الزنك. إذن هذا قلنا مثال ونموذج للتحليل الكهربائي البسيط للمحاليل الشاردية. ثم نمر إلى السؤال الموالي، يقول بين كيف يؤثر حمض كلور الماء على الكلس. إذن يتفاعل حمض كلور الماء مع الكلس فينتج عن ذلك 3 نواتج: محلول كلور الكالسيوم، الماء، ثنائي أكسيد الكربون. قال نمذج ذلك بمعادلة. إذن ننمذج هذا التفاعل بالمعادلة التالية. إذن لدينا محلول كلور الكالسيوم، محلول كربونات الكالسيوم، معذرة، كربونات الكالسيوم الذي صيغته Ca2 زائد زائد Co3 2 ناقص زائد، يعني عندما نضيف له حمض الكلور HCl أو روح الملح HCl H زائد زائد Cl2، ربما لماذا وضعنا الناقص 2 هنا للموازنة التي لا يتم كتابة المعادلة إلا بها. إذن ماذا يحدث؟ قلنا كربونات الكالسيوم تتفاعل مع حمض الكلور فتعطي لنا، لاحظ ماذا يحدث، كلور الكالسيوم مثل ما ذكرنا، محلول كلور الكالسيوم. إذن يحدث هناك تبادل بين المكونات، يحدث ينتج كلور الكالسيوم الذي صيغته Ca2 زائد زائد 2 Cl زائد الماء، يصبح الماء ممزوج هنا المحلول، سنجد فيه مركبين
الماء مخلوط مع كلور الكالسيوم، وينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون. تأكد من أن معادلة التفاعل متزنة من حيث الأفراد أنواعها عددها، بمعنى من حيث كتلة، ومتوازنة من حيث الشوارد. إذن تلاحظ بأن لدينا CA واحدة، هنا CA واحدة. CO3 نبحث عن CO3 أين هي؟ لديك CO2 يعني هاي C واحدة، O2 بقيت لنا O3 ها هي في الماء، ولدينا H2 2H ها هي H2، لدينا 2Cl هاي 2Cl في المحلول. إذن معادلتنا متزنة من حيث الشوارد ومتزنة من حيث الكتلة، من حيث الشحن أقصد، متزنة من حيث الشحن ومتزنة من حيث الكتلة. بعد ذلك يمر بنا إلى السؤال الرابع، يقول اشرح ماذا حدث في الدلو وماذا حدث لمحلول كبريتات النحاس. إذن فالذي حدث يتمثل في تأكسد السطح الداخلي للدلو. هو قال بأن المزارع أو الفلاح وضع محلول كبريتات النحاس في إناء أو في وعاء أو في دلو حديدي. إذن بعد مدة، بعد أيام، رأى بأنه يحدث ترسب لون أحمر على الجدار الداخلي، على السطح الداخلي للإناء، وتغير لون المحلول. إذن ماذا حدث؟ في هذه الحالة نقول أن الذي حدث هو تأكسد السطح الداخلي للدلو. أي ما معنى يتأكسد؟ يتآكل الحديد. بفعل ماذا يتآكل؟ بفعل المحلول الملحي الذي وضعناه فيه، ألا وهو كبريتات النحاس. إذن يتآكل. كيف يتآكل؟ يحدث تبادل بين الطرفين. الذي يدل على ذلك هو ترسب معدن ذو لون أحمر وهو النحاس، وتغير لون المحلول الذي كان أزرق، سيختفي هذا اللون تدريجيا، وقد يظهر ربما لاحقا اللون الأخضر. إذن ماذا قلنا؟ تأكسد السطح الداخلي للدلو، أي يتآكل الحديد ويترسب عليه معدن النحاس، وتتغير طبيعة المحلول الذي كان كبريتات نحاس يتحول إلى كبريتات الحديد. قال نمذج هذا الذي حدث بمعادلة كيميائية. إذن ينمذج هذا التفاعل بالمعادلة التالية. إذن مثل ما ذكرنا، لاحظ ماذا فعلنا. أحضرنا محلول كبريتات النحاس Cu2 زائد زائد SO4 2 ناقص، تفاعل مع جدار الإناء، جدار الإناء من الحديد Fe صلب. إذن عندما حدث التفاعل وقعت عملية تبادل، التي هي في سندرسها لاحقا في الثانوي، هي أكسدة وإرجاع. إذن قلنا وقع، ما معنى؟ يعني الحديد تحول من ذرات إلى شوارد، وبالتالي أخذ مكان النحاس في المحلول، والعكس صحيح، والنحاس أخذ شاردة النحاس، أخذت إلكترونين وتحولت إلى ذرة نحاس لتصبح خارج المحلول، وبالتالي فيترسب المعدن على جدار الإناء. إذن هذه المعادلة، قلنا Cu2 زائد زائد SO4 محلول كبريتات النحاس زائد معدن الحديد، يحدث تفاعل فيستبدل أو يتبادل المعدن والشاردة الدور بينهما، يعني يتأكسد الحديد متحول إلى شوارد الحديد، ويتم استخراج النحاس أو استرجاع النحاس من المحلول متعرصبا على شكل معدن في الإناء. بعد ذلك نمر إلى السؤال الموالي، يقول اقترح بروتوكولا تجريبيا للكشف عن بعض الأفراد الكيميائية قال الموجودة في المحاليل السابقة وفي النواتج التفاعل. إذن اختزلنا البروتوكول في هذا الجدول، وسنكشف عن بعض الأفراد، نذكر كيف يتم الكشف عنها. إذا المحلول الشاردي الأول الذي تم إحضاره هو محلول كبريتات النحاس. محلول كبريتات النحاس أفراده هي شوارد النحاس وشوارد الكبريتات. إذا فشوارد النحاس يتم الكشف عنها بمحلول هيدروكسيد الصوديوم
أي نأخذ عينة كمية من محلول كبريتات النحاس ذو اللون الأزرق، ونضيف له قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في أنبوب اختبار، فبعد لحظات أو بعد فترة نلاحظ ظهور راسب أزرق. الراسب الأزرق هو دلالة على وجود شوارد النحاس في هذا المركب. ثم شوارد الكبريتات يتم الكشف عنها كذلك بنفس الطريقة، نأخذ عينة أخرى في أنبوب اختبار من محلول كبريتات النحاس، ولكن هذه المرة نضيف لها قطرات من محلول كلور الباريوم. محلول كلور الباريوم في هذه الحالة سيظهر راسب أبيض رملي أبيض مصفر. إذن فوجود الراسب الأبيض المصفر يدل على وجود شوارد الكبريتات في هذا المركب أو هذا المحلول. ثم نمر إلى المحلول الثاني، محلول روح الملح أو محلول كلور كلوريد كلور الماء، حمض كلور الماء. فمما يتكون محلول روح الملح أو كلور الماء، معذرة، محلول روح الملح RCL وليس إذن فما يتكون روح الملح؟ يتكون من شوارد الكلور وشوارد الهيدروجين RCL. فشوارد الكلور كيف يتم الكشف عنها؟ أيضا نحضر، نأخذ عينة من روح الملح الذي يكون لونه شفاف في أنبوب اختبار، نضيف لها قطرات من محلول نطرات الفضة أيضا لو شفاف عديم اللون. فهنا سيتشكل لنا راسب أبيض يسود بفعل الضوء. إذن فهذا يدل على وجود شوارد الكلور الأحادية في هذا المحلول. شوارد الهيدروجين لم نتطرق إلى كيفية الكشف عنها. ثم نمر إلى المحلول الثالث، محلول كلور الزنك. بنفس الطريقة شوارد الكلور لن نكشف عنها مرة أخرى لأننا ذكرنا الطريقة، نتكلم عن شوارد الزنك. شوارد الزنك يعني نأخذ عينة من محلول كلور الزنك، نضعها في أنبوب اختبار، ثم نضيف له قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم. محلول هيدروكسيد الصوديوم يعني نفس المحلول الذي كشفنا به عن شوارد النحاس. في هذه الحالة سيظهر راسب أبيض يعني مثل القطن. فهذه هي البروتوكولات التي يتم بها الكشف عن الأفراد، بعض الأفراد الكيميائية أو الأفراد الكيميائية الموجودة في المحاليل الشاردية. قلنا شوارد الكلور قد تم الكشف عنها فلا نكرر العمل. ثم بعد ذلك يقول في السؤال السادس، وجد في الغطاء الموجود على العلبة أو في البطاقة الملصقة على العلبة أن المحاليل الشاردية تحفظ في الأواني البلاستيكية أو الأواني الزجاجية، برأيك لماذا؟ إذن فهذه التوصية تنص على حفظ المحاليل الشاردية في الأواني والأوعية البلاستيكية والزجاجية، لأن هذا أو لأنها لا تتفاعل مع هاتين المادتين. يعني فأنت إذا أردت حفظ هذه المحاليل من غير أن تفسد وتتلف وتتلف، فينبغي أن تحفظها في البلاستيك أو في الزجاج وفي معزل عن الضوء، لأن هذه العوامل تؤدي إلى التفاعل وتتلف الوعاء وتتلف المادة التي أردت حفظها. يعني المحلول يفقد فاعليته والإناء كذلك يتآكل ويفسد. ولهذا فالمحاليل الشاردية تحفظ مثل ما ذكرنا في أواني بلاستيكية أو أواني زجاجية ومعزولة عن الضوء، لأن الضوء من العوامل المنشطة للتفاعل. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الآخر أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.